خذ المايك. رجل ذهب دم ورد. يلا بسم الله. وين العيال؟ ما فيها انا كاريزماوي وجهول. ايش وضعنا بهشين هنا يا الربع ولا كيف؟ اشهد بها اشهد بها صمخ طبخات. خلي النظارة تسامينا. الله نبدأ نطبخ؟ ها؟ بدأت الفقرة. يلا قدم الفقرة وادع اخوياك. يلا تفضل. اخوي انا لازم لازم ما تقهوى زيادة. الله الطبخ ذا اليوم صامولي يا والد. صامولي وشغل هناك شباتي وشغل. انا شباتي يا والد. ترتلة والله. ها؟ ترتلة. ترتلة والدجاج عاد بحشوته، ما جابوا هنا صدور وهناك دجاج عادي. شادينا مع ذولاك شوي. بالله. والله أنا ذولاك. لكن أوريك في هذه المكلفته. والله إيه لا اقطع على تقول بس ها ايش دراك ايش ايش دراك انا الفريق الثاني. انت الفريق الثاني؟ ايوه هذا الفريق الاول. والشغل يا والد لازم من الشغل. لكن ما عليك باستعير من عنده. والله ما اشدي لك الدجاجه دي يا ولد. اولا حسره، الامر الثاني ما في من قاعد يقطع طول اليوم. شلها بدل الدجاج عادي. لا لا كذا يعني ما يصلح. وجههم والله في حاجة غريبة يا عبد الواحد. ايش؟ ليش هذا الوحيد اللي غطاه ابيض؟ والعيال الباقين والله غطاهم والباقين كلها ذهبية. يمكن لابس طاقية. والله خله يستانس. عرفت الثلاجة آخر الشهر. عرفت ثلاجة الاستراحة آخر الشهر. إيه مطفرين. أرقف الراحة. فاضي. هو صدق أول مرة أشوف الثلاجة. الله الله. خلاص. الله. خلاص. الله. الله. ذكرني بواحد هي. الله يسقي أيام هذه الجلسة يا ولد. شاب اسمي الجلسة يا ولد. أخص توني أشوف جلسة ريان أبو حذرة. جلسة أبها الديرة. طبعها تركي. ها؟ طبعها تركي. حط الجلسة هناك. إيه يا رجال بعدها بعيد. خلنا غفل عنه. أول شيء الأوضة مواد حطاني. والله إنها فيها سافي يا رجال. عليها سافي. الجلسة؟ لا ما هي الجلسة. الورقة. والله فيها اثار. استر عليك. استر عليك يا نايف اليومي. الله نايف. الله الله. منديله من ذا دفتره؟ هذا الدفتر لي ولكن استخدمه العيال كلهم. الله اكبر يا زماني كيف انا. يقول الله اكبر يا زماني كيف انا قايل بنفسي وانت كيف انت قايل. استرحت من المعاتب والملام لا وانا ما بين سرحه وروح. الله الله. طيون طيون. خلاص تشوف بعد تشوف طلاسم هنا بعدها. لا لا تطالع. ايش طالع انت؟ تحنقها في السالفه. عليك غصب. هو صح. سألني نظارة شمسية ما يشوفون. ما دروا انك طلعت. بس بيخصم علي لاني شفت بالنظارة الشمسية وعلمتهم. الله ينصرني عليك. بالغلط بالغلط يا اخوان. رجال. شوف صورة ابراهيم عواد، عرفت ذيك اللي تلاقيها عند المصورين؟ عرفت؟ سالم سالم الغامدي.
هذا سالم الغامدي هذا اللي يضربك وياخذ بسعدك. التشخيص هذا اللي ينضرب وياخذ بسعدك. لا لا والله هو شوف وجهه وجه شقي والله. الله يستر على ذاك الوجه. أم فيصل حازم متصور فيديو الصورة. هذا من هو؟ هذا ما أدري بس شكله يبكي واجد. أتوقع أنه تركي. تركي السبيعي؟ لا تركي السبيعي هذا هو. وين هو؟ لا تركي معتصب. تركي معتصب ولابس جنبيه. من هذا طيب؟ لابس جنبيه هلا. فايز. فايز؟ لا فايز هذا. وين هو؟ هذا فايز. لا. صدقني فايز. لا. يا رجل. وين فايز؟ ألو فايز هل تسمعني؟ لا. فايز هذا. فايز هذا. طيب شوف ايش بقول. وجهو. والله شوف الدير يا والد. صح؟ ايه مفتاح. ايوه. ايوه مفتاح. يا اخي كانها بسطة. هذا فايز. وهذا سودلوش. سودلوش. وهذا سودلوش بعد صح؟ ايوه سودلوش الاثنين. طيب وهذا سلطان فبل. لا. لا. حمد يسر. حمد يسر. وذا. سالم مجدي. سالم. هذا من؟ ما ادري والله هذا تقريبا لا هذا عبد الله العتيبي واضح من الجلسه حلو عبد الله العتيبي هذا سلطان ثقل واضح سلطان ثقل مرتسي حجاجه وذاني بعد الله يستر والله يعني صدق اذنك كبير ناصر بريك يسمع نيتك تدري انه يسمعنا الحين شو بيجي الحين اتحداك اذا ما جاء جبته نص سنتي ناصر البريت تصدق يا ولد كان لحية هنا أكبر من لحية ذا الحين صح الولد كبر كله على لحية ما شاء الله وهذا ناصر صح؟ أيوة ناصر ناصر قلابي لا هناك اللحية صغير وقلابي شوف نفس القلابي اللي ذا الحين قلابي لا هو فيصل الحازم شنو زر أكبر من عيونه والله صدق زر أنت أقل من عيونه هذا من؟ هذا يقولون لك هذا طالب درس اولى ابتدائي انت سمعت وصلقط ثلاث مرات بس ما ادري منو عرفت وذا ناصر هذا ناصر ايش صور ناصر واجد انا ما معي صوره يا ولد نجيب لك صوره والله لازم صوره يا عبد الواحد ناصر ذا بعد ابراهيم عواد يحتفل في اليوم الوطني من يوم ورع نفس الدقله نفس فلا تعبته لبس الدقله ما تعبتها البارح والله نلبس تامسنج جاي ساده انا يا ولد جهول ساده مره يا ولد انا احس الثوب احسن من الدقل والله هذا من ناصر بعد هذا ناصر يا ولد ليش صور ما سوى ناصر ناصر طيب اي واحد ما تعرف يحطه ناصر سيوال سالم سيوال سالم سالم هذا من ساده كذا جاي طباعه ساده ما ادري ما طبع وجه ما ادري هو العيون ما هي بغريبه انت الحبر وهذا عبد الوهاب عبد الوهاب اجعلني اخذ ويمي في مكان هنا بحط صورتي هنا بس صورتي يا ولد ما تصلح اقسم بالله ايش؟ صورتي اللي وانا قديم يعني انا وانا قديم وانا قديم صورتي وانا صغير ايوه ما تصلح ليه؟ معايا لا خلاص خلاص طلعت انجوي كبير ادري والله يعني والله كان معي وضعها الله يهديني هذا فيصل عازم الله يعطيه العافيه فيصل شوف رضعته فيده ترى اللي فيده رضعه صدق والله والله صدق انا اعرف الصوره هذه قد مرت علي والله نعز بناء عليا والله انا رضعه لا رضعه هذا اللي فيده رضعه انا كان نفس الموقف انا تذكرت صوره فيصل تذكرت الرضعه يا اخي من زمان لذا الحين ومقاسه 43 شوف رجله ما طولت لا لا ترى رجل ابوه وجالس والله ان شاء الله والله على تذي والله ما اتوقع بس يا اخي تصدق نفس الوجه يوم خفف الشنب نفسه والله انا من قبل ما يخفف الشنب هو لو يشيل الشنب طلع كذا بس زين مع شنب والله انه صدق وجهه كذا بس شوف كان اذن اخرع واذن لا سيده ما يجيب قال كذا ما ينصبك على الحجاج شوف 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 هذا خليني ادي ولا هذا الله يجعلني شوف انت بتصور بجيكيت ابوك صح؟ لا اضحك انا بجي صورة ثم والله انا ليش هذه صغيرة وهذه كبيرة لا هي هذا ايوه يلا ما هي مشكلة بس انا الحين ناقد على اذاني للامانة والله شوف الاذان والله انا الله يعطيك العافية طالع كذا جدا بعدين الجبهة يا ولد شرطك والله العظيم الجبهة شبر ونص واللي هي من تحت نص شبر تدري اني اداوم من يوم عمري 4 سنين وانا اداوم موظف نفس اللبس ذا
طق طق جيكيت جيكيت اللي هنا لا جيكيت رسمي ايش واحد بناديك الدقله اللي نص لا يبدقله ولا يبجيكيت ما تدري ايش هي اطلع كان اسكت ايوه والله قال البسه عاد سمعت لا والله جيكيت رسمي وشغل بعدين حر ومطق من ابدا عزيز والله كان كنا نروح الجيران عرفت اني اغطيه اقسم بالله ايه يا ولد كنت ادخل يا ولد شخصيه ما حد قدي شخصيه يا ولد شخصيه يا ولد عاد سمعت مستانس مبسوط اطلع على جاكيت النظيف ولا الثوب انك انت مسحت باب البيت كله والله يا في سواليف بس ما تصلح هنا ما تصلح على من النهايه اي والله يعني اختصار والله عندي سواليف كثير تبغى شاهي ولا قهوه صب شاهي يلا خلنا ننبسط شويه يا ولد كان في اي والله شات ياك ها صور يا ولد لازم اطبع صور بس كيف اخذ جوالي عشان احول الصور على الكمبيوتر مشكلتك ما عندك نقاط يعني ما تقدر تاخذ جوال والله ما مشكله ابغى اخذ الجوال الحين ما عندك نقاط طيب اخصم على عبد الواحد والله وحملنا وشلنا الله يطول عمرك لبى قلبك اصلا كم تاخذنا الحين كم دقيقه ب 200 200 نقطه ب 200 نقطه اجل باخذ من عند سلطان ثقل عنده 400 الف نقطه يقول عندي 400 الف نقطه والله انا قهل مش عليك من سلطان ثقل سلطان ثقل نقاطه كثير عرفت اقول لك اما ذا الحين اجل بنقط من عند الشباب اي والله واجد قدكم ثمانيه واجد بس بيني بينك ما في الا خمس ما في الا ثلاثه انت ما في الا ثلاثه ركز وجهول يعني على خمسه وانت وثلاثه انت عندي رح لا صل على النبي انت عندي رح الحين واحد ثلاثه لا انت وثلاثه انت هو ايه ايه انت عد في عقلك لا تعد لا تفكر بصوت عالي طيب. اوكي ايوه خلاص انتوا ثلاثه انتوا ثلاثه واحنا ها وجهه والله باقي واحد نسيته من حبيبي لا تخليني افكر بصوت عالي لا خلاص ايوه قريش لا ذهب زموال لا اللي طلبتك الصباح يا الله انك لا تواخذني بفعل ذنوبي واغفر الزلات لساني والقصور دايا انت يا ربي تعرف مرادي ومطلوبي يوم اطيح انك توقفني على رجلي يا بعد من قال يا لبه وين اذوبي في يدك ولا نحر كله بذوب هنايا اما البيت اللي عقبه والله ما اقوله مره والله بعدها بتسمع انا كاريزماوي والله العظيم لما خليت جوالك في اقرب لحظه طالع لهذا الوقت وركز في وجهك في ايش؟ كانك ربح صقر بعدين مسوي كوبرا يعني تبغاني ادور صح ولا لا بعدين بنت بكار وثلاثه مرازيم ليه؟ وراد الغتره كذا داخل سوق انا والله طالع من شخصيتك والله عرفت بس هو ما لا بس هو ما مثلك صح مع فارق التشبيه والله فارق كبير عظيم الله يرزقنا الجنة اخو محمد اشهد اني بغيت احول اخو محمد عقب يا ريان انا متاكد انا والله متاكد 100% كنت شفت الشخصيه دي واجد الله كثير الله شخصيته ما تفصل لي ايش شخصيته
ما تنزل يعني. يعني كيف؟ كيف؟ ولا تركز انت فك النظاره تتكلم. المفروض افك لساني واعدله ولا ارده. افك لسانك وقول بكذا عرفت؟ دقيقة يلا. الشخصية هذه ما تفصل يعني ما تروح. يعني ما تنزل. تلتزم في الشخصية هذه. يا الله محبة. تحرك على طول كذا التزم. شفت الحين طموح منك يعني. شوف ما تخرب. هذه طموح. طموح. بس أنا أقول لك. الحين لو أمشي مشيت من ناحية هنا ثلاث مرات ما تطيح. والله أنا كنت أطقطق عليك في الشخصية دي. بعدين خلاص والله أنا خلاص. والله أنا أقدر الشخصية هذه من تقدير رأيي إن شاء الله إنه يعني. وجه الله خوي خوي صديقي صديق عمل حبيبي حبيبي قلت له يا الله الله يا اخوي انا ودي اتكلم بس يا اخوان عبد الله اللهم اني اعوذ بك من الفواصل يا رب عبد الله عبد الله ايش هو اعوذ بك من زلات الالسن وعثرات الايدي والارجل اللهم اي والله بس ما سو كذا ها سو كذا والله اوكي جو ليه عشان النقطه تروح ياو يعني لازم حبيبي انا والله لو التفت لك يا ريان بعدين خشمك طالع فيه طلع لسانك ترفع فوق تدف خشمك اقول لك عرفت ما يصلح احنا نجلس في البث سوا والله العظيم ندور على بعض ما له وجه والحالنا وحتى الحالنا والحالنا والله مشكله والله الحالنا هنا ما تصلح نجلس في البث يا اخي ليش يسوون فواصل ليه ما يحطون صوت طوط ما يلحقون ما يمديهم بعدين المستمع لازم يسمع الشارة انا كاريزماوي الله الله على طاري خشمي عبد الله ايتي بيمس فصل علي كان انت خشمك ذا تسبح في البحر على ظهرك كانك يعزفونك سمك قرش ايش كان ميت كان قال لو فك خشمك طاح وجهك وجهك مركب اللي يمسك خشمك والله بسم الله عليه ما يصلح يفكر في حاجات غريبه قلت لك يا ولد الجميري اذا بيجي ولا نروح نرقد الظاهر اني بروح ارقد خلص الظاهر اتي الظاهر الساعه يا اخوي انا في محاضره معكم ربع ساعه ما جاء اطلع هنا الحين احنا في فقره معك ذا الحين 20 دقيقه ما قد جاء نطلع يعني ننتظر شوي باقي شوي باقي شوح ليه مثلا فقره تبدا شلون قد لها 20 دقيقه قلت له 20 دقيقة الرجال قد هو يقولون قد هو محولا مع كوبري انساح خليني اسوي قهوة رب الله يقول ميدي يدخل معك انا شوف والله اني مضمن لك انا الحين ما مني فايدة يعني لاني اللي رقدت ولا اني اللي طبخت انا معلق خليني اشوف اسوي له قهوة يحب القهوة السوداء لكنك بتقيم ولا بتاخذ نقاط ما نهاكي بقول تراني سويت القهوة عشان تدخلني الفقرة بتدي ولا ما بتشربها أعطيه من الأخير إذا قال لا بصبه في المجرى شوف قلت لك ما يصلح نحن نجتمع الحان سحبنا ملفات العوال وهم رقود والله يا في خاطري كلام في صدري كلام بس أبوهم يكونون موجودين كلهم لازم عشان لفهم تعطي ما تكون مبينة والله هم قد بثروا يشوفون والله يعني ولي قبل شو يعني ما غابوا إلا بساميهم صورهم موجودة والله ما تحكيت إلا في وجهه إيش هذه قلت ما تحكيت إلا في وجههم من هم في صورهم يعني العيال؟ إيه. والله لا أجمعهم ذا اليوم. إن شاء الله. إن شاء الله. إيش بتقول لهم؟ والله أعلمهم إيش كنا.
ولا اذا خذيت جوال اوريهم اوريهم ارسلها اجمعهم كلهم في جروب وارسلها. السلام عليكم يا شباب. السلام عليكم، كيف حال؟ كنت انا وريان ابو حثره في البث الحانة تكلمنا في وجيهكم وانتم صغار. نعم نعم، ولكن حتى ترى نسينا من ذا مانو. ايوه تركي سبيعي، انا ادور له من زمان، لابس نص جنبي. الله ما لها كذا عرفت؟ والله ربع جنبي حتى ما ينص من ناحيه، ولا تكنا من الزلاك وجاء الله اللي معه فلوس عرفت الزلاك يا ويد هول عرفت الهندي اللي معه فلوس بطرق. شفت ابو سلطان نفس الكلام بس ما ابغاها تقولها عرفت؟ لا تعيد عاد اسرائيل قبل سلطان بيستبعدني عن بعد والله اني احس. الو السلام عليكم، كيف الحال؟ لا يا السلام عليكم اعداد، لا ما يقول اعداد ما تحسبنا بيكلمهم بيرسل لهم رساله واتساب. استبعدوا ريان ابو حذر الرصيد على طول حتى ما واتساب سناب انت يختصر وقت عشان حتى ما يخسر رصيد ها بيشبك على نت بقاله عرفت ويرسل استبعدوا ريان ابو حذره وعبد الواحد العريج لانهم جالسين يطقطقون على العيال في البث. هم تخيل اني استبعد بعد 80 يوم. الله والله لا اقسم في اخر لفه انقلب لا فنان كذا تبعدني يا ولد وجهه والله يطلع لك ايش اسمه يسمونه ايش تنجم تضرب انا قلت ضاربين العيال ضاربين ضاربين كل من جانا قال انت ضاربين مصري ايش اسمه وليد هاني احنا ضاربين في الجدار وليد هاني ايش قال؟ ايش قال؟ ايش قال يا شباب؟ قبل شوي يوم قال حفلنا امس اي ايش قال ضاربين؟ انتو ترند انتو ترند يا رجال صل على رسول الله الترند وين؟ قول ايش ترند بالضبط؟ ايش ابغى اشوف ايش؟ طلع كذا في خاطره يقول ترند بس ما ادري ايش يقول. ايه ايش قال ميدي؟ يعني يبغى يشجعنا. قال اقصد الحفل مقدمين مبدعين انت تعلقت بضحكتك وانت تعلقت بحضورك الجميل. ايوه دور على عدنا سالم وانت تعلقت بزكمتك عبد الله مزكم عبد الله اضحك منه يبغى يغني ما يصلح احنا جلسه الحال. عبد الله سالم ما له صوره وزاد يطقطق عليه عبد الله سالم امس يبغى يغني يا ولد ما هو حافظ الكلمات ايه نشب عرفت يلا يلا اخر واحد يلا ما غير مره عرفت واقف كذا واقف كذا يطالع فينا ونشب يحرك فمه ما درى نجيك من تو نقوم قدامه عشان ما حد يدري انه ما يغني وانا عود اسحب الميكروفون ونخليه يلعب جنبنا عبد الله خلاص كلهم يدرون انك ما تغني الا انت لا تطلع معي بث بعد اليوم والله ما حد قال لي ارقد وخليه قد قلنا له اطلع معنا بث قال نعم نعم صحوني والله انا قال صحوني نزيد والله اني صحيت صحيت ما قام صحيت والحربي خلاص عبد الله الحربي روح جرب شوف بيصعب بس عنده مطبخ مطبخه عنده مطبخ اليوم الظاهر اني با صح صح ايش عندي فكره نطبخ كلنا يا اثنين طبخته واحده هو في فريق وانا في فريق غير ان نجتمع في طبخته واحده ونتغدى يا خلق الله ونروح نرقد معي الحين الجميع اللي بيجي ولا كيف ان شاء الله كذا 25 دقيقه اظن ما هو بيجي خلني اروح لا يلا خلينا نبدا الفقره ما بين الشباب بسم الله الرحمن الرحيم روح روح وجهه الله شي ريان الجميري ينقص كربيز في روسهم شعر كربيز الرجال في روسهم مطبخ يا ولد نبدا الفقره لا تبدا الفقره بالله تاكد شوي خلينا نشوف الرجال والله طولوا لا الشباب كلهم معدلهم نفس لا المقدمين ولا المتسابقين مغير ريان يطلع في الليل ويطلع في النهار يطلع في الليل ويطلع في النهار وينضرب في العصر يلا انا ريان ما يبغى ما يصلح يلا شو اللي سالم جديع التقديم والله يبيض يستر عليك يا زهر طبعا بما ان احنا فاضيين مو غير انا
ولا عندي سالفة ولا أدري إيش أقول. نسوي لكم قهوة. الله، قهوة الظهر اللي ليه شربتها ما زاد رقت، انكبيتها على العين مشكلة. إيش تسوون؟